لا يوجد شيء أضر بعد الكفر من الربا. هذا الربا خطره لا يعلمه إلا الله. اسمعوا قول الله تعالى: ذروا ما بقي من الربا يمحق الله الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ومن أصدق من الله قيلا. اجمع الآيات تساوي دمار. لذلك سكان الأرض إن لم يقلعوا عن الربا فالمحيط الهادي سيلتطم في المحيط الأطلسي، أو سيأتي طوفان، أو يأتي زلزال، أو طاعون. إذا لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا، ومن حاربه الله ما لا يكون عليه.